موجودين على مراقبه اللجان عشان يتاكدوا الناحيه الحضاريه مظبوطه، مفيش جرائات التلاعب، مفيش البطاقه الدواره واحنا بره اللجان، يبقى في ناس هيبقوا مخالفات انا على الحج تمام، في ناس هتساعد انها تقول للناس، لكن اللي هيوصل للحج اللي حضرتك قلت لك تقولك بقى هو في الاساس ان احنا من دلوقتي دورنا اللي هو تركيز مع المواطنين اللي له اهميه صوتك اللي انا قلتها في الاول، لما المواطن يعلم ان صوته مهم جدا هو اللي هيعمل حشد ويروح كحمله شعبيه. ولنا ظهير سياسي مع احزاب مصريه كثيره، نحن ندعم الحكومه في اجراءاتها سواء لمقاومه الارهاب او في تلبيه مطالب الجماهير او في اعمال التنميه اللي شغاله فيها، احنا بندعمها في اول الاتصالات الخارجيه لعوده مصر ودورها الريادي على مستوى العالم، فدي كلها اجراءات الحكومه فيها شغاله بالتوازي، فلازم كلنا كمصريين الموضوع ده محدش يكسر في هذه المرحله في الحكومه، احنا باقي 20 يوم على رئاسه الجمهوريه او 23 يوم، فبالتالي لازم نتماسك، اللي هيكسر في الحكومه ايضا كانه بيكسر في مصر، هذا لا يعني ان احنا بنقول ان احنا بنسبه 100% الحكومه كل اجراءاتها بتكون صح بنسبه 100% او على الاقل الامكانيات الماليه او الماديه المتوفره في الدوله لا تمكن الحكومه انها تؤدي بنسبه 100% ما يصبو اليه الشارع المصري، ولكن تماسكها ومساندتها في هذه المرحله بيضمن ان شاء الله انتخابات رئاسية على أعلى مستوى. النقطة اللي بعد كده نتكلم في الحملة الشعبية الموحدة. ما هي هذه الحملة الشعبية الموحدة؟ هي من الاسم يظهر المضمون. حملة شعبية يعني مواطن، يعني مجموعة المواطنين، يعني الشعب، يعني مجموعة حملات شعبية كانت موجودة تجمعت في حملة موحدة، ومجموعة أحزاب التيار المدني لا يقل عن 30 حزب معانا، واحزاب كبيره جدا ومحترمه، ولكن الحمله الشعبيه تفتح ذراعيها لاي مواطن ينضم اليها، اي حمله تنضم اليها، اي حزب ينضم اليه لتأييد المشير عبد الفتاح السيسي. طب الحمله اللي هي مش موجوده معانا في نفس التجمع الحمله الموحده ولكن بتدعو الى تأييد المشير عبد الفتاح السيسي، احنا معاه وبنسنده، يعني مش معنى كده نقول اللي مش معانا يبقى ضدنا، لا، طالما الهدف واحد ليس شرط ان يكون معنا في الحنة تماما، حتى الاحزاب المحترمة الاخرى التي تدعو الى المشير عبد الفتاح السيسي وتأييده كرئيس للجمهورية سواء انضم معانا سواء لم ينضم معانا، فاحنا ايضا بنؤيد هذه الاحزاب وعندنا استعداد ان احنا نتحرك معاهم في اي مكان ان شاء الله. هذا هو مسمى الحملة الشعبية. الحملة الشعبية التمويل ذاتي، وانا بقول اهو التمويل ذاتي، مفيش حد فينا يتلقى اموال من حد، احنا كاعضاء المواطنين اللي موجودين معانا احنا شغالين مع بعض امكانياتنا المادية اللي بنشتغل رغم انها مكلفة، لكن في ناس مننا هم اللي طلعوا هذا الموضوع. ولكني ارى من وجهة نظري كمواطن مصري ارى ان اعتقد ان البرنامج الانتخابي سيتضمن امور كثيرة جدا جدا، واهمها حفظ او الوصول الى الاستقرار في الشارع المصري. النقطة الثانية هي تنفيذ مقومات التنمية الشاملة على ارض جمهورية مصر العربية، لان الناتج المحلي القومي لن يتم تحقيقه الا بالتنمية الشاملة سواء في المجال الزراعي سواء في المجال الصناعي سواء المقومات السياحية، فده بالتأكيد. النقطة الثالثة أعتقد ممكن يشمل فيها هذا الموضوع اللي هي موضوع البطالة وتوظيف الشباب، فأعتقد إن دي من النقاط الرئيسية جدا اللي إحنا بنعاني بيها.